مشاركتنا في الاستحقاقات القادمة قلتها وعاودتها، قلت لما راح تكون مشاركتنا بقوة، ستكون بقوة بإطاراتنا وبكفاءاتنا، ولم شمل كل مناضلينا دون استثناء. أما فيما يخص رأينا سيكون بعد استدعاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة يوم 8 جوان. ستجتمع اللجنة المركزية اللي هي القيادة بين المؤتمرين، وسنعطي رأينا في الوقت المناسب لكل حادث حديث. القرار من صلاحية رئيس الجمهورية، المادة 91 واضحة، إذا هذه تخول له أنه يدير انتخابات رئاسية مسبقة، هذه صلاحية الرئيس أعطاها له الدستور، ما عندنا حتى ما كان حتى حاجة أخرى.